السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنقول لاولادنا اسم من اسماء الله الحسنى، هو اسم الله القدوس. القدوس هو المبارك الطاهر المطهر المنزه عن كل عيب ونقص، المبرأ من الند والشريك والصاحبة والولد والشبيه مع الإجلال والتعظيم. تمام، ده اسم الله القدوس. الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة الجمعة الآية 1: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. تمام. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تمام، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل، الليل لما يجي بيقول سبحان الملك القدوس. أخرجه أبو داود والنسائي. دلوقتي هنحكي لولادنا قصة توضح أكتر معنى اسم الله القدوس. القصة اسمها قصة العمل الطيب. العمل الطيب: شريف صحي من النوم يوم أجازته وأسرع بارتداء ملابسه والخروج، لبس لبسه وخرج، ثم ذهب إلى والده وكان يجلس في حجرته يقرأ الجرائد، فقال: أستأذنك يا والدي في الذهاب لزيارة عمتي، أستأذنك إن أنا هروح أزور إيه عمتي. تمام، قال والده وهو ينهض من مقعده: خذني معك، أنا جاي معك عشان أطمن على صحتها. تمام، قال شريف في سرور: اطمن يا والدي، قد تحسنت صحتها كثيرا وذهب عنها المرض. قال الوالد: الحمد لله، بارك الله فيك، فقد داومت على زيارتها أثناء مرضها بينما كنت أنا في مأمورية خارج المدينة. تمام، بعد كده الشريف قال وهو يستقبل بيركب الطيارة مع بيركب العربية سوري وهو بيركب العربية مع بابا: لقد حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيارة المريض. قال والده: اسمع مني إذن هذه القصة الصغيرة. كان في مدينة سمرقند امرأة عجوز تعيش مع حفيدها الصغير، وكانت توفر له الحياة الطيبة من مأكل ومشرب وملبس. تمام، كان في ست عجوزة بتعيش مع حفيدها وكانت بتوفر له الأكل والشرب واللبس. تمام، وكان الحفيد يحب جدته بيحب جدته جدا، وقد تعلم منها كل شيء طيب، استعلم الصبر، فقد كانت سيدة هادئة الطباع لا تغضب ولا تنفعل. تعلم من جدته حاجات كتير حلوة. إذا فعل أحد من جيرانها شيئا يؤذيها كانت تحسن إلى الناس، كانت بتتعامل كويس ولا ترد سائلا يطرق بابها، كان أي حد بيجي يسألها بتديله اللي فيه النصيب. كما كانت تؤدي الصلاة في أوقاتها، كانت بتعمل كل حاجة كويسة. وذات يوم مرضت المرأة العجوز وكانت بحاجة إلى من يساعدها في تناول الدواء والطعام والشراب، فقام الحفيد بهذا العمل كله خير قيام، يعني عمل ده وساعد جدته كويس جدا. تمام، وكلما قدم شيئا لجدته ابتسم ابتسامة تدل على سروره مما يفعله، مش كان بيخدمها هو متضايق ومخنوق، لا، كان بيديها الحاجة الدواء أو الأكل أو الحاجة اللي بيديها لها هو مبتسم ومبسوط. فكانت الجدة تدعو له بالخير، كانت بتدعي له بالخير. فلما توفيت الجدة وكبر الصغير وأصبح شيخا كبيرا مرض مرضا أقعده، فإذا به يجد من يرعاه في مرضه، فتذكر عندئذ أن الله سبحانه وتعالى يجر الإنسان على العمل الطيب ويحسن إلى من أحسن إلى ذوي رحمه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحسن للي بيحسن إلى ذوي رحمه. قال شريف في سرور: لو أن كل إنسان أطاع الله ورسوله لنال يا والدي حياته في الدنيا والآخرة، لكان كده هيتبسط في الدنيا والآخرة. قال والده مبتسما: بارك الله فيك يا بني. قال شريف: هل تعلم يا والدي أن حصة الدين بالمدرسة من أحب الحصص إلى قلبي، وقد كنا نتحدث بالأمس عن أسماء الله الحسنى وتوقفت عند اسم الله القدوس.
تمام. قال والده ولما توقفت عند هذا الاسم؟ قال شريف أردت من المدرس أن يشرحه ولكن الحصة انتهت قبل أن أسأله. قال والده القدوس والمتنزه عن كل وصف من أوصاف النقص، فالله سبحانه وتعالى له العظمة والقدرة وكل كمال الصفات في ذاته، تمام. سبحان الله القدوس، والله سبحانه وتعالى هو العظيم وحده، فكل عظيم في هذه الدنيا يأخذ عظمته من الله سبحانه وتعالى، فيملك، فهو ملك أعطاه الله الملك، والذي يحكم أعطاه الله الحكم، والذي يقدر أعطاه الله القدرة، والذي يتميز بشيء فإن ذلك من الله سبحانه وتعالى. قال شريف في سرور: استمر في حديثك يا والدي حتى نصل إلى بيت عمتي. في هذا الكلام الجميل. وقال والده: إذن فالخير كله في يد الله سبحانه وتعالى، والملك كله لله سبحانه وتعالى، وهو يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ولو كان الملك والجاه والسلطان بقدرات البشر لاحتفظوا به وما استطاع أحدا أن ينزعه منهم، ولكنها بقدرات الله سبحانه، لكنها قدرات الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى أن عروش تتهاوى وملوك تتساقط وحكاما يطردون وأقوياء يهزمون، كل هذا يحدث في الدنيا لأن الله وحده لا شريك له هو صاحب العظمة والقدرة، هو القدوس المنزه عن كل وصف يدركه الحس أو يتصوره الخيال أو يسبق إليه الوهم. سبحان الله القدوس. قال شريف: فجأة انتظر يا أبي، فإن حلاوة الحديث جعلتنا سرحنا، فقد تركنا بيت عمتي منذ لحظات. قال والده: حقا، فلنعود إلى الخلف، وأرجو أن أكون قد وفقت في الحديث عن اسم الله القدوس. قال شريف في سرور: نعم، ولكن سيكون للحديث بقية عن أسماء الله الحسنى. أسرع شريف بطرق الباب، باب البيت، فتحت العمة ورأت شريف ووالده، فرحت بهم في سرور، فقال الوالد: الحمد لله، أراك بصحة وعافية. قالت: شكرا لله، إنني أحسن حال من ذي قبل، وقد أفادني شريف كثيرا بزيارته في أثناء مرضي، فكان يقضي لي ما أحتاجه. لقد أحسنت تربيته يا أخي، تمام. دي قصة اسم الله القدوس، تمام. قال الوالد: الحمد لله والشكر لله، إنني سعيد به، فهو دائما القراءة للقرآن الكريم ويحافظ على الصلاة، كما أنه دائما ما يسأل عن أمور الدين، تمام. واليوم تحدثنا عن اسم الله القدوس، تمام. ده اسم الله القدوس. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد واسم جديد. مع السلامة.